وردة الجزائرية أميرة الطرب العربي. وردة فتوكي انزادت في باريس عام 1939 من أب جزائري وأم لبنانية. بدأت تغني وهي بنية عمرها 11 عام في المطعم تاع باباها طام طام. في 54 كندلعة ثورة نوفمبر وردة كانت تغني أغاني وطنية وتتبرع بدراهمها للجبهة، حتى العام 1956 في السلطات الفرنسية تفيق باللي باباها كان يدعم في الدورة الجزائرية فتغلق له المطعم وتنفيه هو وعائلته. العائلة تروح تعيش في لبنان وهنا تتفتح الوردة. وردة الجزائرية بصوتها الحنين تعجب عمالقة الفن تاع ذاك الزمان. في وقت قصير تولي وردة اللي لقبوها بالجزائرية على لسان الصغير والكبير. الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر شخصيا يطلب أنها تغني في أوبرا الوطن الأكبر مع فنانين كما عبد الحليم وصباح. وهنا تتحل بيبان الشهرة قدام وردة في كامل الوطن العربي. لو كان ماشي باباها يسيف عليها تتزوج مع عسكري جزائري يحبسها من الفن. وردة تعيش 10 سنين بعيد على الأضواء. مسيرتها الفنية كانت راح تخلص قبل ما تبدأ، وبفضل الرئيس الراحل هواري بومدين ترجع وردة الجزائرية لبلادها يطلب منها تغني في عيد الاستقلال 10 عام 1972. وردة تولي للغنى بعد ما طلقت من راجلها وبدأت حياتها الفنية من جديد، هذه المرة مع الملحن المصري بليغ حمدي اللي يحبها وتزوجها. الزواج هذا دام 7 سنين، خرج منه بزاف الحان شابين مازال نتفكرهم لليوم كما غناية العيون السود وغناية مالي وانا مالي. وردة كتبت اسمها مع عمالقة الزمن الجميل بأكثر من 300 أغنية، أغنيات رجعت جزء من الذاكرة الجمعية على الوطن العربي كامل كما بتونس بيك، حرمت أحبك، وفي يوم وليلة. أغنياتها لحقت الكل دار من المحيط للخليج. مي بالصح وردة عمرها ما نسات بلادها وكانت في كل مناسبة تغني لها، حتى توفات في عام 2012 واندفنت في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة. ومنحكي على الزمان يبقى صوت وردة يزين كل قاعدة. الله يرحمها وينعمها في ذكر رقدها.